وينضم إلينا مشاهدينا الكرام من أربيل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني المستشار القانوني في رئاسة برلمان كردستان السيد لاوند جلال أغا. سيد لاوند، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم وهنا. كيف تقرأ القرار بحل المجلس الأعلى للاستفتاء هنا وتشكيل القيادة السياسية الكردستانية؟ هل هو هنا تراجع برأيك من أقليم كردستان وطي لصفحة الاستفتاء، أم هو تنفيذ لمرحلة جديدة هنا والمضي نحو الانفصال؟ مساء الخير. مساء النور. أولا الاستفتاء انتهت، نحن أجرينا الاستفتاء وكان استفتاء ناجحا وقانونيا. فاسم اللجنة كان اللجنة العليا للاستفتاء. الاستفتاء انتهت وعلينا تغيير الاسم. نحن تغيرنا الاسم لاسم المجلس الرئاسي الكردستاني، واطلعوا أصدروا بيانا قبل تقريبا ساعة ساعتين، شكروا فيه الشعب الكردستاني وشكروا فيه الشعوب الصديقة، وطالبوا دول الجوار والعراق والأحزاب السياسية بفتح باب الحوار والتفاوض حول المشاكل الجمة بين الأقليم والحكومة المركزية. وهذه ليست بمعنى إنهاء أو طي صفحة الاستفتاء. الاستفتاء موجود، وأيضا أشاروا في البيان الصادر بأن الاستفتاء حق مكتسب للشعب الكردستاني، ونحن لا ولن نتراجع بالاستفتاء، وستكون إذن هذا التشكيل، نعم. عفوا، أو تشكيل القيادة السياسية الكردستانية الجديدة هي لتنفيذ مرحلة جديدة، هي للتوجه نحو الانفصال؟ أولا أكيد مرحلة جديدة. نحن قلنا الاستفتاء هو لبيان رأي الشعب الكردستاني، وقال الشعب كلمته. انتهت هذه المرحلة. نعم للاستفتاء. نعم للاستفتاء والانفصال. بالتأكيد نحن نتطلع إلى الانفصال، لكن نحن ما قلنا اليوم بعد يوم. هناك حوار طويل ووقت بيننا بين الحكومة المركزية، هناك جملة من الملفات عليها التفاوض والحل بين الأقليم، منها مناطق المستقطعة المدرجة ضمن مادة 140 ومسألة الحدود والمسائل الأمنية والاقتصادية. هذه الأمور يراد لوقت طويل. تحدثت عن حوار هنا، المجلس الأعلى قال بأنه سيشرع بالحوار هذا مع الكتل السياسية هنا بعد عاشوراء، مع جميع الأطراف السياسية. لماذا لا يتم هنا الحوار مباشرة مع الحكومة المركزية في بغداد؟ نحن نعلم بأن العراق في وضعية خاصة. المؤسسات في الدولة العراق مؤسسات تقريبا مشلولة، ليس لدى مؤسسات السلطة. الأحزاب السياسية والمرجعيات لدى السلطة الأعلى ولديها القرار الأول والأخير، وهذه ليست رأي أنا وإنما رأي الشعب العراقي والأحزاب السياسية كمان والقيادات السياسية. نحن شفنا مرارا وتكرارا على القنوات ومنها شاشتكم من القيادات السياسية يقول بأن ليس لدى المؤسسات العراقية آراء. نعم، بترحيب هنا المجلس بمبادرة السستاني سيد لاوند للحوار مع بغداد، ما الذي ستكون عليه هنا الأرضية للشروع بهذا الحوار؟ هل ستكون للتهيئة بالانفصال أم لصالح أيضا ضمان حقوق أو الحقوق الكاملة للكرد في ظل عراق موحد هنا؟ أولا نحن أجرينا استفتاء، ستكون المفاوضات ضمن نتيجة الاستفتاء. ونرحب ليست فقط بما أصدر به، ما تفضل به السيد علي السستاني. هناك جملة من القيادات في العراق وخارج العراق طلبوا ببدء الحوار والتفاوض حول المشاكل بين الإقليم. نحن نطالب إخواننا في الوسط والجنوب بأن تحترموا القوانين والدستور والمعاهدات الدولية التي صادق ووقع عليها العراق. الاستفتاء حق شرعي وقانوني وعليهم القبول به والتفاوض. نحن شعب عانينا مرارا وتكرارا ولدينا نظام تقريبا نسبة. طيب سيد لاوند، وباختصار، نعم. وباختصار من فضلك، هل هناك نية لإعادة النواب الأكراد إلى بغداد؟ بالتأكيد نحن طالبنا قبل يومين الرئيس الهيئة العليا للمفوضية بأن تكون حصة الأكراد. بالتأكيد نرجع وندخل الانتخابات القادمة في سنة 2018. هاي قرار نهائي. نعم.
نعم، كنت معنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني المستشار القانوني في رئاسة برلمان كردستان السيد لاوان جلال أغا، شكرا جزيلا لك.